مبادرة لا شيء عني بدوني، هذا يعتبر إذن طبي، وهي موافقة أو رفض المريض أو ما يمثله وليه في المنشأة الصحية والممارسين الصحيين على الإجراءات اللازمة لحفظ الصحة واسترداها. الإذن الطبي عبارة عن عقد بين الممارس الصحي والمنشأة الصحية وبين المريض. يتعهد الممارس الصحي في العقد بأن يعالج المريض وفق الأصول المتعارف عليها طبيا. هذه مبادرة أطلقتها صحة يازان والمتابعة وإشراف من سعادة الدكتور عواج النعمي مساعد المدير العام. مبادرة تصب في مصلحة المريض والمواطن وأخذ الإذن باتخاذ أي إجراء يصب في مصلحة هذا المريض. بالنسبة للإذن الطبي تكمن أهميته في أن المريض يعرف اللي له ويعرف اللي عليه. لازم المريض يكون عارف متى الإذن يؤخذ منه ومتى يؤخذ ويعتمد شفهيا ومتى يؤخذ ويعتمد. بالنسبة للفحص الكلينيكي اللي هو الفحص السريري والتحاليل والفحوصات اللي روتينية وفي المعمل عادي واللي تكون أشعة مثلا سينية، هذا يؤخذ بها الموافقة شفهيا، ولازم تؤخذ شفهيا بأن المريض أيضا موافق، ما هو بس السكوت. السكوت ما يعتمد في الإذن الطبي. في العلامات الحيوية أيضا الإذن يؤخذ مثلا لما نقول للمريضة أبغى قسري في الضغط، مجرد مدة المريضة ليدها يعتمد أنه هذا المريض موافق. في بعض حالات لازم الإذن الطبي يكون كتابيا، زي مثلا لما نبغى نسوي عملية لمريض للإجراء الطبي، المناظير، الإشعاع، العلاج بالكيماوي، البحوث، إذا كان حابين نعالج المريض بناء على دراسات وأبحاث وأنه أنا راح أستخدم اسمك وبياناتك، هنا لازم يأخذ الإذن الطبي كتابيا. لازم يتضمن فيه الإذن الطبي أن يكون المضاعفات، الإجراء، المدة، المتابعة بعد العلاج أو بعد هذا الإجراء، وأن يكون بكلام واضح ومفهوم. في حال كان في حاجز لغوي هنا نستعين بمترجم يشرح للمريض الآلية كاملة وتكون واضحة. الموافقة ما تكون بالإكراه، لازم المريض واعي موافق، مشتبه طريقة العلاج، مشتبه الأسلوب أو الآلية المتبعة في العملية، الخيارات المتاحة.